ميدان مدينة مكناس ستستضيف دورة 22 من مهرجان سينما تحريك من 10 إلى 15 ماي. المهرجان يحاول فريق المهرجان يحاول يجدد نفسه من خلال عروض عالمية ستقدم لأول مرة في المغرب مدينة مكناس. تكريمين حميد السملالي رائد سينما تحريك الوطنية، بيل كلينتون اللي هو مخرج أمريكي معروف بالاستقلالية دياله، إضافة إلى مجموعة ديال الورشات تكوينات الموجهة للطلبة المغاربة، الانفتاح على مجموعة ديال الفضاءات في مدينة مكناس، في المدينة الجديدة وفي المدينة العتيقة. إذا المهم بالنسبة لنا كالفريق أنه المهرجان ينفتح على المحيط ديالو. إذا كاين أولا جميع العروض غتقدم في السينما كاميرا اللي هي أول مرة في التاريخ ديال المهرجان، إضافة لمعهد فرنسا وفضاءات أخرى، ولكن انفتاح أيضا على المدينة العتيقة ديال مدينة مكناس من خلال تجربة أول مرة غادي نعيشوها في الدار الكبيرة بشراكة مع الجماعة ديال المشوار ستيديا، وهي بالنسبة لي تجربة جميلة جدا لأنه غادي نقدروا نمشيو للجمهور ديال المدينة العتيقة نلتقيو به. الفكرة ديال المهرجان هو أنه إذا ما جاش عندنا الجمهور حنا نمشيو عنده.